مشاهدينا متابعينا يسعد مساكم دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد في أمسيات رمضانية، إفطارا هنيئا وصوما مقبولا إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. بدأ شهر رمضان المبارك، ودائما نتمنى لكم كل الخير والسعادة في هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا سنكون وياكم في رحلة خاصة في برنامج إربع المطرح بصحبة رامي سنتر جروب طول كرم مجمع طريف والزغل. دائما هناك مفاجآت متواصلة من رامي سنتر جروب، كونوا معنا. ما الدولة التي لديها أصعب عملة للتزييف؟ يعني ما بيقدر واحد يزيفها، ودولة عظمى معروفة. مصر. ما تحكيش من بعيد، حتى لو جاوبت صح مش راح تأخذ هدية، ممنوع. شو هي؟ يعني إذا الزلمة ما جاوبش بقول لك أنت شو؟ ساعدوه. أنا بقول الصين. مصر. مصر. الصين. الصين. أمريكا. لا انسى الا عن ابو امريكا ولا فلسطين الاسرائيليه ما عندناش احنا اسرائيليه. طيب. هلا لو رحت لو جينا عند الصين شو في شيء ثاني دوله ثانيه؟ كوريا ولا موريا؟ يابان. شو هذا فيلم كوريا موريا؟ طيب شو زي ما انت رحت اللي برا بفلسطين يا عم. لا 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 ما برا دوله عظمى. طيب اسمع، انضربت عليها قنبلتين ذريات هيروشيما وناجازاكي. مين هي الدوله؟ امريكا. لا 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 اللي ضربتها مين؟ امريكا. امريكا الضربين الصين. لا ولا اليابان. 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 انا مع هذا. انا اليابان. اليابان ايش اقول لك؟ اليابان. اسمع، اليابان. اذا الدولة التي لديها اصعب عملة للتزييف اليابان. طيب هاي جائزتك من رامي سنتر جروب. شو بتقول له؟ كل عام وانت بخير. شكرا. وبكره بتستلمها الجائزه، واحنا بنقول لك كل عام وانت بخير. الدوله اللي صعب تزييف عملتها مين هي؟ اليابان. انا بقول الصين، شو رايك؟ على فكره هذا جوابه غلط. انت شو قلت من الاول؟ قلت لك الصين. هذا جوابه غلط وانت جوابك صح. شايفين شيء؟ ليش قلت لك؟ اسمع كله شيء. ازيد دولة في العالم اللي بتقلد، اللي بتصنع شغلات صينية، وهي الوحيدة اللي بتصنع شغلات ممنوع حد يقلدها. طيب في شغلة ثانية، استنى شوي خليك معي. الله يزيد فضلك. تفضل. اسمع بهاء. بهاء. وهي نهاد. نعم. نهاد جوابك اليابان هو الصح والصين غلط. لا. في مرض اسمه الانيميا. شو يعني الانيميا؟ ماذا يعني؟ شو الاسم الانيميا؟ شو معناه؟ ولا ما اخذتوش ان شاء الله بالعلوم؟ بلا اخذناه بالعلوم. انيميا شو؟ مرض. شو مرض؟ ايه طب انا بعرف مرض. مرض ولا شو؟ زلمه صغير بده يمشيها علي. مرض شو اسمه؟ الانيميا. اسمه على جسمه يا رسمه شو؟ فكر. طلع اقول لك خلي الجواب كيف يجي معك. اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك. اجت معك؟ لا. هو جوا في جسمك. شو انيميا؟ شو اهم شيء عندك؟ شو اهم شيء عندك بمشي بالشرايين؟ شو القلب؟ شرايين الشرايين. لا ولا شو اهم شيء بمشي بالشرايين؟ شو اللي بمشي في الدم؟ قصدي في الشرايين. الدم. الدم. طيب هسه انيميا ضلت هالدم. تعال هون ضلكش بدي اوصل الاسلامي وندم اللي حكاك. هلا وصلنا الدم مزبوط. طيب نص الاجابه صار. هلا الانيميا معناتها الدم في اشي، شو اسمه؟ فقر الدم. شو؟ فقر الدم. فقر ايش؟ الدم. فقر الدم. اجيل. لا مش له. شو اسمك انت؟ وسام. وسام. طيب شو رايك ضلنا نمشي يعني؟ براء ضلك معنا. تعال معي الحقنا براء، او خليك هيك شايفنا. خليك بدنا نوصل رامي سنتر جروب عشان نعطي جائزه من غاد. شو رايك؟ طيب تعال. طيب تعال بصير. مو برضو منيح لك رياضة. طيب هاي جائزتك من مين؟ أنا من رامي سنتر جروب. بكرة بتسلمها. شو بتحكي له؟ شكرا لك. ايش؟ نشكر رامي سنتر. بقول لك كل عام وانت بخير. هلا سؤال سهل مش صعب يعني. شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شو اسمه؟ أنس بن مالك. لا حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. شو اسمه؟ حسان بن ثابت. مش أنس بن مالك صح يا براء؟ طيب
هاي هديتك من رامي سنتر جروب، بكره بتستلمها. شو بتحكي له؟ بتعطيه البطاقه وبتسلم هديتك. طيب ماشي شكرا. شو رايك نروح انا وياك نجيب هلا؟ لا ولا ماشي بحياتك انا والتلفزيون. لا طيب احنا بنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير. بتحكي لرامي سنتر جروب. يا مزيد من التقدم والنجاح. سمعت في رامي سنتر جروب صح؟ أكيد أكيد. شو رأيك بأسعاره؟ كثير رخيص ممتازة. أكيد. طيب بضاعة عالمية. طيب اسمع شو اسمك قلت لي؟ محمود. محمود أنا بنسى كثير، الزهايمر دك فينا بدر إحنا. طيب سارة، بتسمع باسم سارة؟ طيب طبعا أصله عبري الاسم، طب ما معنى؟ معناه ما بعرف، بس زوجة سيدنا يعقوب هي، وهاجر برضه هي زوجته. طيب هلا بدها يعني سارة ما مرت شو معناتها يا زلمي؟ لا لا انا ما من الاسم تقدر تعرف الاسم مباشرة الجواب. سرور سارة من السرور. اوكي بس بالعبري اسمها اشي تاني للأسف ما بعرف. هلا الملك شو الملك اللي في الأردن شو بنقول الملك ايش؟ الملك عبد الله. الملك عبد الله. طيب وزوجته شو بنقولها؟ الملك رانيا. طب في دولة خليجية شو بنقول عنها الملكة؟ الأميرة. الأميرة. وسارة شو مالها؟ الأميرة. هاي جائزتك من مين؟ من رامي سنتر. من رامي سنتر جروب. تستلمها بكرة. شو بتحكي له؟ شكرا له ويستمر في عروضه. ما هي فصيلة الدم التي تمنح لسائر الفصائل؟ هو موجب. هو موجب. طيب شو يا براء جواب صح ولا غلط؟ شو هو موجب؟ بيطلع الكل بياخذ شيله من او موجب. والله ما انا عارف، انا حابب انه يطلع جوابك صح بس جوابك غلط. ايه سالب. هو سالب الايه الكحكول. سالب الايه الكحكول اللي بيعطي للكل لسائر الفصائل. الاو سالب. سالب قلت لك سالب. لا لا بدون سالب ولا موجب. او الاو بس مش الاو كمان بي. هلا انا ممكن اطلع لك اياها بطريقه تانية. مش الاو. مش الاو. الصفر. الاو. الاو صح. الاو صح. الاو. طيب الاو او الصفر هيك عملها صفر مش او. طيب هاي جائزتك من مين؟ من رامي سنتر جروب. بامكانك تسلمها بكره. شو بتحكي له؟ إيه كل احترام وكل عام وهو بخير. في اشي مدمر للعقل وبتلفه. ماشي بتلفه واول حرف منه حرف الحاء، وشرطتنا الفلسطينيه كثير صلها بتقبض عليهم كثير. في ناس حشيشي. حشيشي يا عيني عليك. يا ريت احنا هاي السموم ننبذها من مجتمعنا ونقضي عليها لانها بتدمر شبابنا الحشيشي. فعشان هيك كل التحية للشرطة اللي دائما بتتابع وبتلك القبض على مروجي السموم. اذا شيء او المدمر للعقل والجسم الحشيشي وتخلي الواحد يضيع عن الدنيا كمان بصير اهبل. بصير اهبل او مجنون. طب هذا من مين؟ رامي سنتر جروب. بكره بتسلم جائزتك. شو بتحكي له؟ شكرا لك. شكرا لك. وانا بقول لك كل عام وانت بخير. طيب تعال مرحبا. كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اسمك؟ رغدان. ايش؟ رغدان. رغدان. شو يعني رغدان؟ قصر رغدان بالاردن. قصر رغدان بالاردن بقول لك. طيب شو بتعرف شو معناها رغدان؟ من 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 رغد العيش. يعني شو رغد العيش؟ يعني العيش الحلو والانبساط والسعاده، هي رغدان صح؟ صح. وقصر رغدان في الاردن صح؟ صح كلامك. طيب من وين انت يا رغدان؟ مخيم طول الكرم. مخيم طول الكرم. شو رايك برامي سنتر جروب؟ الحمد لله سعرته مليحة وكل شيء مليح عنده. كل شيء منيح وعنده بضاعة وفي كمان عنده عرض بشهر رمضان. ايش ما جربته؟ جربناه. شو رأيك؟ شو عنده كان عرض لما انت رحت عنده؟ عرض مليح 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 يعني. مليح مليح. طيب رغدان سؤال سهل ولا صعب؟ سهل. سهل؟ طيب. طب احنا كلنا كل يوم بنقول اوروبا 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 اوروبا. طب شو معنى اوروبا؟ بتعرف شو معناها؟ اوروبا. أول مرة أسمع فيها. أول مرة أسمع فيها أوروبا؟ لا أنا بعرف بس أنا المعنى تبعها. لا صح. أنا فاهم المعنى تبعها. ما بعرف طيب. المعنى هلا لو قلت لك مستوطنة
مستوطنة كريات أربع في مدينة أو في محافظة قلقيلية، صح أم خطأ؟ صح. ليش؟ شو المستوطنة؟ كريات أربع وين موجودة؟ الخليل. الخليل مش في قلقيلية. صح صح يا رغدان؟ صح. طيب رغدان، هذه جائزتك من مين؟ من رامي سنتر جروب. شو بتحكي له؟ شكرا وكل عام بخير. جمع عبد الله، شو جمعها؟ عبد الله ده يا زلم. عبد الله شو جمعها؟ عباد الله. عباد الله، يا عين عليك والله، العروس لا تجيك زحف بهالحاله هذه. طيب سيدي، هذه جائزتك من رامي سنتر جروب، تسلمها بكره. شو بتحكي له؟ شو نحكي له؟ كله شكرا، كل عام وانت بخير. شكرا، كل عام وانت بخير. شو اسمك؟ جاسر. جاسر، كيفك يا جاسر؟ الحمد لله. بتعرف رامي سنتر جروب؟ اه. طيب هلا بنعطيك سؤال، اذا جاوبت بدنا نعطيك جائزتك، ماشي؟ بدك يا سهل ولا شو؟ سهل. طيب الهونداي وين مصنوعه؟ بكوريا. بكوريا. والشيفرلي؟ يا علكة ما ورش عندكم زيها. طيب المرسيدس؟ مرسيدس بالمانيا. المانيا. طيب والبيجو؟ البوجي فرنسا. مش البوجي، البيجو فرنسا. فرنسا. طيب ورامي سنتر جروب وين صنع؟ طول كرم. طول كرم. هاي جائزتك من رامي سنتر جروب، تستلمها بكره. شو بتحكي له؟ الله يبارك لك وكل عام وانت بخير. خير. واحنا اليوم مع رامي سنتر جروب في امسيات رمضانيه كل يوم على شاشه التلفزيون الفجر الجديد. رامي سنتر جروب طول كرم، مجمع طريف والزغل. الحلو انا واقع بين شوكولاته وبين ايش؟ ايش؟ ايس كريم. احلى وقعة اليوم، الله يسترني يا براء. طيب شو اسمك؟ رامي سالم. رامي. محمود شولي. محمود شولي. مين انت؟ امير. 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 احمد شعبان. احمد شعبان منور. في احمد في احمد شعبان بتصل فيه كل يوم من جنين كمان، اسم على اسم والله اليوم، سبحان الله. طيب هلا اذا ربحتوا الاربعه جائزه كيف بدكم تجيبوها انتم؟ بتتكاتلوا عليه ولا شو بتعملوا؟ كسروا بعض. طيب حبيبي انا بدي اطلع، انا بدي اطلع منها. خذ انت اخطر واحد مبين فيهم. خذ يا سيدي، هاي هديتك من مين؟ رام سنتر. نقول له شكرا لك والله يوفقك بشغلك. انا ماليش علاقه. طب شو بعد؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طباشين. طيب مشاهدينا الختمة هون بين الشوكولاته والايس كريم. طيب مشاهدينا ومتابعينا، اشكر لكم حسن المشاهده والمتابعه. راح نتواصل معكم في امسيات رمضانيه دائما في هالاجواء الحلوه والرائعه والوجوه الحلوه دائما المبتسمه في محافظه طول كرم، دائما مع رامي سنتر جروب. كونوا معنا يوميا على شاشه تلفزيون الفجر الجديد. اشكر لكم حسن المشاهده والمتابعه، اشكر زميلي من وراء الكاميرا براء عمر، ومني انا منتصر عناني في الاعداد والتقديم، ويسعد مساكم. ومنك محمود شولي. محمود شولي. رامي سالم. رامي سالم شوكولاته، تصبح على خير. القاكم غدا في برنامج جديد ومتجدد مع رامي سنتر جروب.